في فيديو أشعل الأسافير، دعام خش بيت واترس بيه وقفل الباب عليه، وقدر ما الناس أغنعوه إنه يفتح أبا عديل، غايت الدعام ده يتزر زرة كلبي في طاحونة. نشوف الفيديو ده اللي بيظهر ثقافة العامة واحتمائهم ببيوت المواطنين والمستشفيات والدوائر الخدمية. يا اخي ديناك كلام رجال، ديناك الامان يا اخي، ما تأذي نفسك، افتح الباب، ما تزور حي حي زيد، افتح الباب يا يا اخي، الباب ده ما بيتكسر، اطلع وبتأذي نفسك. ايوه هسه ما صار يا الله يوديك، لا الله عليك، الله ما الباب يا زول، ديناك الامان، ديناك الامان صور يا غنيتي قدام، صور.